بهدف تأهيلهم وتهيئتهم لسوق العمل، نظمت الهيئة الوطنية لترقية العمل دورة تدريبية لمئة من الشباب العاطلين عن العمل في مختلف المجالات. كان ذلك بمباني الدائرة الأولى بحضور مدير الهيئة والنائب الثاني لعمدة بلدية مدينة أنجمين عائشة أحمد دكي. تمثل فئة الشباب من أكثر الشرائح التي تعتمد عليها كل الدول، وللاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم لبناء البلدان على أسس راسخة ومتينة، وأن الهيئة الوطنية لترقية العمل بكل أفرعها تعمل من أجل تأهيل وتدريب الشباب على مختلف الصناعات والحرف الصغيرة، وذلك لأجل توظيف مواهبهم دون إتاحة الفرص أمام الوظيفة العامة. هذا ما أدلت به ممثلة مدير الهيئة. وكثير أنا إيالنا رفض دولو ساكت حسنا قلت كي إلم ده نارم كان قاعد في بيت كل إنده الجاري كل إنده والقاعد في بيت كل إنده حسنا إيالة دمين قاعدين ساكت ده دبس ندورون والسبوب شخل واي يقدروا يسو ويلقوا ريال ريالين منا ده آخر. من ناحيته الأمدة النائب الثاني لبلدية الدائرة الأولى موسى سمي جدة قدم شكره للهيئة على ما تقوم به من تشجيع الشباب طالبي العمل ودعمهم لمزاولة حياتهم المهنية والاستفادة من خبراتهم بالطرق المثلى. وبعد ذلك قامت المدربة زهرة أبكر بشرح أبعاد العمل وكيفية استعمال الأوراق وصناعتها حتى يتم إعادة تدويرها. هذا وأن الدورة التدريبية نظمت لصالح 100 شخص من الشباب طالبي العمل بالدائرة الأولى.